تعرف حضرتك؟ عصام نصر المحامي. حضرتك من اهل المنطقه هنا؟ من اهل المنطقه ومكتبي هنا بقاله 25 سنه. ايه الاضرار اللي انت تعرفها؟ بالنسبه للبنوك زي ما انت شايف كده اهوت حصل فيها بعض الشروخات وحاجات كتيره من زمان الزمان. ودلوقتي بصراحه ربنا الحق يتقال يعني كلمه حق. المهندس محلب اللي بيعمله ده ما حصلش في مصر حقيقي. كلمه حق بيتصور البيوت كلها ترميمات وتنكيسات ان ايه يومين العيد يعني يومين العيد دي معروف ان في مصر هنا اهوت اجازات مفيش كلام ولا كلمه. تفوجئ تلاقي الناس دي نازله من الساعه 7 الصبح مناولين العرب ومهندسين قطعت اجازاتهم وكل ده عشان يبداوا يرمموا. يعني الكلام ده حقيقي ما بيحصلش. المفروض ده تخلص كمان قد ايه او تسلموا الكلام قد ايه؟ على الكلام دوت على الشغل بتاعهم ده ممكن يخلصوها في شهر او شهرين. تمام. انتوا قاعدين دلوقتي في البيوت بتاعتكم ولا قاعدين فين؟ لا كله قاعد في بيوته بس بحيث انه يبداوا بيت بيت وبعد كده هو يعني الناس قاعده في البيوت بس قاعده في الشارع بقى. في الشارع يخلصوا ويدخلوا. بس بصراحه يعني هم شغالين شغل زي ما انت شايفين كده شغل جامد جدا. طب والدوله ما قررتش انها توفر لكم مساكن او حاجه؟ حتى لو الدوله عايزه توفر مساكن بس الناس اللي هو هم عايزين يقعدوا في المنطقه هنا؟ ده اساسي. ولا دي منطقه شعبيه مش منطقه عشوائيه. تمام. شعبيه تفرق كتير تاريخ ولا ولا التاريخ. يعني لو تبص كده من ايام المماليك وما زالت ولا ابو العين. احنا كنا عارفين ان كان في كان مثلث ماسبيرو والحوار ده والكلام ده كله بس اللي بيحصل ده كله الترميمات والكلام ده مش ممكن يبقى فيه ازالات. ازالات على ايه؟ لان البيوت كلها سويسي مفيش بيوت اسمنت. السويسي ده ممكن يتصلح في اي وقت. اما البيوت الاسمنت والكلام ده كله مجرد ما يتهز البيت في دليل على كده اهي القنبله اللي اتفجرت دي لو حاصله في بيوت جديده كان زمانها كلها على الارض اهي كلها اهو. تحب توجه رساله للدوله؟ بصراحه كلمه حق تتقال في حق الباشمهندس رئيس الوزراء اللي بيعمله ده حقيقي مجهود لا يحصل عليه مجهود جبار حقيقي اللي صدق وقال انه بلدوزر هو بلدوزر. الراجل جه ثلاث مرات ده بعد صلاه العيد كان هنا في الشارع. دي كلمة حق تتقال انا لا ناقة ولا جمل. انا بالنسبة لي ممكن ارمم انا وما فيش اي مشكلة عادي بس اللي بيعملوا مع الناس دي حاجة ربنا يبارك حقيقي يعني. شكرا.